السلام عليكم أحبابي زملائي أصدقائي، مرحبا بكم في قناتكم نفطي تك. اليوم جئت بخبر سعيد لأصحاب الشركات الذين لديهم حواسيب في الشركة ولا يستطيعون الدخول كمستخدم آدمي. اليوم جئتكم بطريقة سهلة وبسيطة للدخول إلى هذه الحواسيب كآدمن، ويمكنك تثبيت أي شيء على هذه الحواسيب كأنك مستخدم آدمن عادي. على بركة الله، سنبدأ بالشرح بعد هذا الفاصل الإشهاري. أول شيء يجب أن نعرف ما معنى صلاحية الأدمن. يعني صلاحية الأدمن هي كأنك مستخدم عادي، تستطيع أن تثبت أي برنامج أو أي شيء، ولكن عندما يكون حسابك ليس له بصلاحيات الأدمن لا يمكنك أبدا تثبيت أي برنامج، وتأتي لك بالنافذات الباسورد واليوزر نيم. لهذا سوف نقوم بشرحنا هذا البسيط لنتخلص من هذه النافذة ويصبح حسابك كمستخدم عادي، يعني كمستخدم آدمن يمكن أن تثبت به أي شيء بدون أي مشاكل ولن يكتشفك أي أحد. نبدأ على الحاسوب على بركة الله. إذا سوينا switch user، سوينا switch user ورحنا other users، يقول لي انطيني اسم و password. إذا مثلا انطيته administrator، إذا مثلا انطيته administrator ومثلا أنا ما أعرف الباسورد، أي باسورد أنطيه انتر، يقول لي the username or password encrypted، يعني ما راح يدخل، يعني انا ما اعرف حساب الادمن. فاذا رجعت على الحساب اللي انا عندي انطيت الباسورد وانتر راح يدخل، لكن ما راح اقدر اسوي شيء. مثلا مثلا خلينا نروح على ماي كمبيوتر وعلى مانج، مثلا اريد اغير بالاعدادات، يقول لي to continue type an administrator password and click yes، يعني يقول لي إذا تريد تكمل لازم تدخل بحساب الأدمن. يعني أنا مو أدمن، أنا هسه ما أقدر أسوي أي شيء على هذا الحاسبة ولا أقدر أغير بالإعدادات. زين، مثلا جينا على CMD ومثلا قلنا run as administrator، ما راح يخليني أطب له لأن أنا حاليا مو أدمن. وخلينا نشوف الأكونت، مثل ما نشوف يقول لي Guest account، يعني هنا لازم ينكتب admin حتى أقدر، يعني هسه هذا الأكونت ما عنده صلاحيات الأدمن وبالتالي ما راح أقدر أسوي أي شيء على هذا الحاسبة. زين، خلينا نسوي log off. هسه أني لازم أعرف هذا الحساب، هذا أريد يعني شلون نقول ألقي طريقة يدخلني لحساب الأدمن حتى أقدر أشتغل براحتي. زين، أسألنا هنا إذا دسنا 5 مرات شيفت، مثل ما نشوف يطلع لي ستيكي كيس. هذا الستيكي كيس هسه أني أريد أغير هذا الستيكي كيس إلى CMD، يعني لما أدوس 5 مرات شيفت أريد يطلع لي CMD. بعدين راح اشرح ليش نغير للسي ام دي، لكن الان كل اللي يهمني انه اني اغير هذا الستيكي كيس للسي ام دي. زين، شو اسوي؟ اول مره اول شيء راح تجي هسه اني بالفيرجوال ماشين، يعني مشغل الويندوز بالنظام الوهمي. انت اكيد راح يعني يكون قدامك لابتوب او كمبيوتر، كل اللي عليك تسويه انك تجي هنا تروح على شوت داون. لكن يعني شلون نقول، اول مره تسوي شوت داون، ورا ما تسوي شوت داون تطفي الحاسبه اذا كان كمبيوتر ديسكتوب، تطفيها من الكهرباء، او يعني شلون نقول تخلي ايدك على الزر مال التشغيل بشكل مستمر لحد ما يطفى،
يعني بحساب انت قطعت عليه الكهرباء. زين نروح على الشوت داون، اني منه اسوي شوت داون جويست. هذا خيار اذا سويته باعتبار اني طفيت الحاسبه من الكهرباء. زين نجي نسوي شوت داون، وقبل اجي هنا اسوي له شوت داون جويست يس، مثل ما نشوف انطفت عندنا. ارجع اشغلها، ارجع اشغلها ويندوز 7. مثل ما نشوف راح تطلع لي هذا، راح تطلع لي هذا. اللي عليك تسويه هسه احنا ما نحتاج السيف مود ولا نحتاج هذا. لازم شو تسوي انت بالحاسبه عندك؟ تختار هذا ستارت ويندوز نورمالي. بس ورا ما تختار ستارت ويندوز نورمالي لازم تدوس على كنترول اولت ديليت. اني ما راح اقدر ادوس على كنترول اولت ديليت لان مشغل الويندوز مثل ما قلت بالنظام الوهمي، فراح ادوس على هذا. هذا باعتبار مثل ما تشوفون مكتوب جوا سنت كنترول اولت وديليت، يعني باعتبار انه دست كنترول اولت وديليت نفس الشيء. فش اسوي؟ راح اجي هنا ادوس انتر واجي ادوس هنا كنترول اولت وديليت حتى يعيد التشغيل. مثل ما نشوف رجع يشتغل. هسه راح يطلع لك هاي القائمة، هاي القائمة يطلع لك launch start up launch start up repair، ويطلع لك start windows normal. إذا ما طلع لك هاي القائمة لازم تعيد اللي سويناه، تختار start windows normally و control alt و delete لحد ما يطلع لك هاي القائمة. ورا ما يطلع لك هاي القائمة طبعا تختار launch start up repair، ننتظر لحد ما يشتغل. ننتظر شوية. مثل ما نشوف اشتغل عندنا، وهسه راح يدور على أخطاء. يقول لي تريد تسوي الريستور، اقول له لا. مثل ما نشوف حبايبي لازم يطلع لك هذا القائمة. طبعا راح يطول جدا هذا الريبير، لكن وراها راح يطلع هذا القائمة. اذا ما طلع لك هذا القائمة لازم تعيد تشغيل الحاسبة وتعيد نفس العملية لحد ما يطلع لك هذه القائمة، لكن ما أعتقد أنك راح تواجه من مشاكل بظهور هذه القائمة. زين شو نسوي؟ احنا هسه راح نروح على Review Problem Details، نفتحها نجي جوا نروح على Windows System 32. هذا يفتح لك هذا النص، تروح على File، تروح على Open. زين لما تروح على اوبن هذه القائمه راح يتيح لك انك تطب للويندوز، هو هذا اللي احنا نريده. زين نجي على كمبيوتر، نجي على السي او اي مكان موجود بها الويندوز، نجي هنا هذا نسويها اول. عفوا لكن دي اي، مثل ما قلنا مو شرط هذا يكون سي، احتمال يكون دي. طبعا انا طبيت للدي هذا بالاول، طبيت للسي لكن الويندوز موجود بالدي. مثل ما قلنا هذا نسويها all file، نجي نطب للويندوز. من الويندوز راح نطب الى سيستم 32، من السيستم 32 راح ندور على cmd. CMD هذا لا مو هو، هذا هو CMD. نسوي له كوبي، نجي نسوي له بيست. مثل ما نشوف صار عندنا CMD كوبي.
نجي جوا ندور على فايل اسمه سيت اتش سي، ندور على سيت اتش سي بالاس، لازم يكون موجود هنا. هذا هو السيت اتش سي. هذا السيت اتش سي هو الستيكي كيس اللي لما شلون نقول ضغطنا 5 مرات على الشيفت طلع لنا هذا. نسوي له رينيم، فقط نغير اسمه، ايش تسميه تسميه عادي، بس المهم اسمه يتغير حتى الكمبيوتر، يعني شلون نقول ويندوز ما يتعرف عليه. هسه نرجع للسي ام دي اللي سويناه الكوبي، السي ام دي الكوبي هذا هو السي ام دي الكوبي هذا هم نسوي له رينيم، نسميها سيت اتش سي مثل ما مكتوب هيك سيت اتش سي، وندوس على انتر. هسه بعد ما كملنا هاي العملية نسوي كانسل، هذا نسده هذا نسده ونسوي له فينيش. هسه راح يعيد تشغيل، هسه راح نعيد نشغله، نرجع نشغل الحاسبة. زين، ورا ما اشتغلت الحاسبة نجي على سويتش يوزر، نجي على الاكونت الثاني اللي هو هذا. زين هسه نرجع نضغط 5 مرات على الشيف، مثل ما نشوف بدال ما يطلع لنا القائمة اللاف الستيكي كيس يطلع لنا السي ام دي. زين هسه تقول اني شنو فايدة كل هاي العملية واي شيء اسوي راح يطلع لي اكسس دينايد بانه اني مو ادمن. هنا اقول لك لا، طبعا كل حاسبة قبل ما تدخل بحساب ادمن عنده حساب اساسي اسمه سيستم. هذا الحساب يعني راح هو طبعا عنده صلاحيات الادمن وراح يطب شلون نقول قبل ما اصلا يكريت او يسوي حساب الادمن. زين شلون نتاكد من هذا الشيء؟ فقط اكتب اكس explorer.exe مثل ما نشوف. هسه من المفروض انه يطلع لنا التاسك بار جوا، ننتظر شوية. مثل ما نشوف طلع لنا التاسك بار جوا، نروح على ستارت مثل ما نشوف صار سيستم. بالبداية كان هيدر هسه صار سيستم. هذا السيستم عنده صلاحيات الادمن. انت مو شرط تسوي هذا الشيء فقط للتأكيد، يعني حتى لا يجي احد ويقول اني هسه ايش اسوي يطلع لي اكسس دينايد. ما راح يطلع لك اكسس دينايد لان هسه احنا حاليا عندنا صلاحيات الادمن، وهذا السي ام دي لما نستعمله راح نستعمله كادمن. يعني قبل ما نسوي هاي العملية لما طبينا السي ام دي وسوينا الرن اس ادمنستريتور ما قبل انه ندخل للسي ام دي كادمن، حتى شلون نقول يعني ما انطانا صلاحيات الادمن. لكن لما سوينا هاي العمليه احنا حاليا طابين بالحساب الادمن اللي عنده بحساب السيستم، هذا السيستم اللي عنده صلاحيات الادمن، وهسه هذا السي ام دي نستعمله كادمن. زين هسه نجي نشوف كم حساب عندنا على هذا الحاسبه. نجي نكتب نيت يوزرز وانتر. يقول لك عندك الادمنستريتر وعندك الجويست وعندك هايدر. زين هسه اريد اتاكد اليوزر جروب الادمنستريتر جروب كم يوزر بي حتى اقدر ادخل بواحد منهم. اكتب نيت لوكال جروبس local group administrator
تريتر ادمنستريترز انتر. اشوف هنا يقول لي الممبرز الادمنستريترز جروب بها فقط ادمنستريتر. يعني هسه اني اذا ادخل بهذا الحساب الادمنستريترز، عفوا الادمنستريتر، راح اقدر يعني شلون نقول، اذا كان اكو حساب ثاني اقدر لو يعني لو ادخل بالادمنستريتر الرئيسي لو ادخل بالحساب الثاني ما راح يفرق وياي. بس هسه حاليا انا عندي حساب واحد فقط اللي هو الادمنستريتر، فلازم ادخل لهذا الحساب. زين هسه زين اذا جيت هنا، اذا جيت هنا كتبت admin administrator administrator، اني ما راح اعرف الباسورد اذا ما كان عليه باسورد، فقط اذا ادخل انتر يعني اذا اضغط انتر راح يدخل، لكن هنا اني حاط عليه باسورد. زين اني الباسورد ما راح اعرفه، يعني اذا ادخل اي باسورد لما اضغط انتر يقول لي the username or password encrypted. هسه لازم نغير باسورد مال administrator. نرجع نضغط خمس مرات shift حتى ينفتح. طبعا هسه فتح لي اثنين، هذا راح نسده cls، بس نمسح الشاشة. زين هسه نجي نكتب، هسه مثل ما قلنا لازم نغير الباسورد مال الادمنستريتر. راح نجي بس ارجع السي ام دي، نرجع السي ام دي، نكتب نيت يوزر اد من ادمنستريتر يوزر نيت يوزر ادمنستريتر وشيفت ورقم 8 حتى يظهر هذا علامة النجمة. نضغط انتر يقول لي تايب ا باسورد فور ذا يوزر. زين مثلا اسوي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هو طبعا ما راح يظهر الكتابات، لكن شلون نقول احنا حددنا باسورد. نضغط انتر يقول لي عيد الباسورد، اقول له 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وانتر، يقول لي ذا كوماند كومبليتد سكسفولي. زين هسه هذا اذا اسده اجي هنا، اني دخلت الادمنستريتر فوق، اجي هنا اكتب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وانتر. هسه ما راح يقول لي الباسورد واليوزر نيم غلط، يقول لي يور اكونت هاز بين ديسبلد. يعني شلون نقول اللي مضبط الحاسبات الادمن مسوي الحساب الادمن ديسبلد، يعني شلون نقول قافل حساب الادمن حتى بس تدخل بحسابك الثاني اللي ما عنده صلاحيات الادمن. هسه اللي علينا نسوي انه شلون نقول نفتح يعني شلون نقول نسوي انيبل للادمن. زين هنا نجي نكتب حتى نتاكد، نجي نكتب net admin administrator عفوا نكتب net user administrator حتى نعرض معلومات الادمن. مثل ما نشوف يقول لي account active no، هذا لازم نسويها yes، يعني هسه هذا الاكونت مقفول لازم نفتحه. زين شو نسوي؟ نكتب net او نرجع نفس الامر، نكتب net user administrator nop front slash او هذا الشارحة، نكتب active
نقطتين و يس انتر. يقول لي the command complete successfully. زين هسه كاتبين الادمنستريشن نكتب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 الرقم السري اللي حطيناه له انتر مثل ما نشوف انفتح يمنا. ننتظر شوي لحد ما ينفتح. مثل ما نشوف هسه احنا طابين بحساب الادمن. نجي هنا نتأكد مثل ما نشوف هذا administrator administrator. احنا هسه حاليا طابين بحساب الادمنستريتر. زين شلون خلينا نجي على CMD CMD run as administrator. هسه اريد حساب الحيدر اللي شلون نقول اللي ما كان عنده صلاحيات الادمن، اريد انطيه صلاحيات الادمن. زين لازم اكتب نيت يوزر او لوكال جروب ادمنستريتر administrator واقول له علامة تنصيص حيدر، اكتب اسم الحساب او قبل لا اسوي هاي الخطوة راح شلون نقول اعرض اليوزرية عندي. اكتب نيت يوزرز، هذا كل اليوزرية اللي عندي. هسه انا طاب بالادمنستريتر وعندي جويست هذا ما عليه بي، وعندي حيدر اللي كان قبل ما عنده صلاحيات الادمن. هسه انا اريد انطي صلاحيات الادمن لهذا، اكتب نيت لوكال جروبس لوكال جروب اد ادمنستريترز واكتب اسم اليوزر حيدر و باك سلاش اد. مثل ما نشوف يقول لي سكسفول، يعني انضاف هذا اليوزر الى جروب الادمنستريتر. يعني هسه هذا الادمنستريتر ويا الحيدر نفس الشيء، اثنيناته عنده صلاحيات الادمن. خلي نجرب ونشوف. هسه نسوي لوج اوف، نرجع. هسه يقول لي عندك حسابين الادمنستريتر اللي فتحناه وعندك حيدر. الان يقول لك حيدر اللي كان عندي القديم، ادخل الرقم السري انتر. مثل ما نشوف رجعنا على الحساب القديم، لكن الجويست صار ادمنستريتر. هسه انا داخل بحساب الادمنستريتر. زين اذا مثلا هسه العمليه نجحت ويانا يعني مثل ما تشوفون، لكن مثلا اني بشركة او مثلا بكلية اريد لما اكمل شغلي شلون نقول امسح الحساب، امسح هذا الحيدر من الادمنستريترز، امسح هذا الحساب، اوخر منه صلاحيات الادمن حتى ما حد يشك بيك او يكشفك. تجي تفتح السي ام دي مرة ثانية، تجي تفتح السي ام دي as administrator. يس نفتح السي ام دي. زين فقط معلومة لك، مثلا اقول نيت يوزرز يوزر. زين هسه هنا منطيني ادمنستريتر جويست حيدر. انت بمكان الشغل او بالكلية او اي شيء، اذا كان مثلا الحواسيب مرتبطة راح يطلع لك دومين. الدومين، ذاك الدومين هسه شلون انطينا صلاحيات الادمن الحيدر؟ ذاك الدومين اذا انطيته صلاحيات الادمن فكل حواسيب الشبكه راح يصير يعني شلون نقول يصير عنده صلاحيات الادمن. فاني ما انصحك تسوي ذاك الشيء، لان تنطي كل الحواسيب صلاحيات الادمن. فقط انصحك انك تعرف شنو هو الحساب مالك انت، فقط تنطي الحساب مالك صلاحيات الادمن. زين هسه قلنا شلون نرجع يعني نمسح الحيدر من الادمن. نقول نيت
local group administrator administrators نختار اسم الحساب اللي هو حيدر الاكونت و backslash نقول له delete مثل ما نشوف انمسح. احبابي مثل ما تشوفون الطريقة حلوة وسهلة وناجحة، ودرسنا لليوم لهنا راح ينتهي، واتمنى انكم استفادتم من الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.